السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي. النهاردة إن شاء الله هنعمل بطاطس الشيبسي المقرمشة الحلوة. بصوا بقى، كل البطاطس مقرمشة، كل البطاطس واخدة الكيرف الحلو ده كأنك شارياها. يعني لو عندك أطفال صغيرين هتعمليها ليهم بكل يعني بساطة وبطريقة اقتصادية جدا، والنكهات حلوة وكمان صحية، والبطاطس مقرمشة جدا وريحتها وطعمها حلو قوي، وكل بطاطساية على حدة، يعني ما فيش بطاطساية لازقة في البطاطساية التانية في أختها، يعني كلها كده. عملنا مع بعض قبل كده وصفات كتير حلوة، من معجنات لحلويات لوصفات موفرة لرمضان إن شاء الله. تعالوا نسمع كده قرمشة البطاطس وقد إيه قد إيه مقرمشة. بصوا يعني مقرمشة جدا، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا، وكل البطاطس بنفس الطريقة كده زي ما انتم شايفين. تعالوا ندوق كده واحدة بس، اهم حاجه ما تتضايقوش من صوت الاكل، بس بحاول اقول لكم هي قد ايه مقرمشه وحلوه قوي. بحاول اجيب بطاطس، البطاطس ما يكونش فيها كميه نشا كتير، يعني بطاطس جيده لحد ما، تمام. بالشكل ده انا دلوقتي هقشر البطاطس وهقطعها بالمبشره. طبعا مش لازم اقول لكم كل الخطوات عشان بس الفيديو ما يكونش طويل. انا قشرتها وغسلتها وبعد كده هقطعها بالمبشره بتاعه البطاطس اللي هتقطع لي البطاطس حلقات. اهم حاجه ان احنا نغسل البطاطس بعد ما نقشرها وبعد ما نقطعها كده زي ما انتم شايفين. نحاول البطاطايه ما تكونش سميكة قوي ولا رفيعة قوي، زي ما انتم شايفين كده صغيرة بقى كبيرة هي هيها. وهنغسلها في الوقت ده، هحط شوية مية على النار، واول ما المية هتبدأ تغلي هحط فيها يعني شوية ملح اللي هي البهارات بقى بتاعت يعني اللي احنا عاوزين البطاطس تكتسبها. شوية ملح، معلقة خل، عصرة نص ليمونة اللي هو عصير ليمون طبعا، وتصفيه، مش عايزة بذر خالص في المية. بعد كده ممكن لو انت بتحبي البطاطس مثلا مش هتشطة شوية، حطي شوية شطة. لو في نكهات نكهات للبطاطس، حطي مثلا نص معلقة صغيرة من النكهات بتتباع عند العطار، ولو مش موجود مش مهم، يعني اكتفي بس بالخل والملح وهتبقى حلوة قوي قوي. هبدأ ان انا احط البطاطس كده زي ما انتم شايفين، مش لازم واحدة واحدة على طول كده مرة واحدة. طبعا المية مغلية يعني المية سخنة، والبطاطس حطيتها دقيقة واحدة بس كده بالساعة، ونقوم رايحين ناشلين البطاطس دي مصفينها كويس جدا في المية. ما بنخليش طبعا البطاطس بتبقى رقيقة، ما بنخليش البطاطس فترة كبيرة في المية المغلية اهي، تمام خلاص. بعد كده الزيت على النار، وبعد كده ببدأ ان انا اقل البطاطس. لاحظوا بقى هنا اول ما بتحط البطاطس بتحس ان البطاطس كلها كتلة على بعضها، مفيش ثواني هتلاقي البطاطس عامد كده على وش الطاسة، وتلاقي كل بطاطاية على حدة. انا مش هقلب خالص البطاطس لان هي محطوطة في مية سخنة واخدة سلق تقريبا مثلا 30%، تمام. اول ما بتلاقي البطاطس تشمع معاكي، بص حتى كمان وانا بقلبها باينه ان البطاطسايه اتشمعت، هتبداي في الوقت ده تقلبي البطاطس يعني اللي فوق تحت واللي تحت فوق خلاص، وهتقلبيها. لو انت عايزه البطاطس تاخد لون اوكي، لو انت مش عايزه البطاطس تاخد لون، انا ما بحبش البطاطس تاخد لون جامد، لكن الطريقه سهله وحلوه وجميله وزي الفل، وما بتشربش زيت ولا اي حاجة، كويسة يعني. بصوا طبق البطاطس الشيبسي حلو قوي، لونها حلو، البطاطساية كل واحدة طالعة يعني مش ملزوقة، ما فيش ولا واحدة لزقة في التانية، تمام. والبطاطساية واخدة كيرف كده جميل زي ما انتم شايفين، حلوة يعني. انا شايفة ان الطريقة سهلة وبسيطة وحلوة جميلة جدا. بس برضو اهم حاجة نوع البطاطس، ما تجيبيش بطاطس فيه بطاطس مسكرة، لا هاتي نوعية بطاطس معقولة، تمام كده. حلوة جدا جدا وطريقة زي الفل، يعني بدل ما نجيب بطاطس شيبس من برة، لا الطريقة دي حلوة جدا، هتعجب الولاد وهتعجبك كمان. والبطاطس كمان مقرمشة جدا. حبيبتي لو عجبك الفيديو ياريت لايك وشير واشتراك في القناة، وتكتبي لي كومنت تقولي لي رأيك في الفيديو ايه، وريت ما تنسيش اللايك. في الختام بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس تعالوا كده نسمع قد ايه البطاطس مقرمشة، حلوة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله.